النهارده يعني احنا بنتشرف باستضافه السيد اعضاء مجلس اداره الشركه المصريه والسيد اعضاء اللجنه النقابيه بالاستاذ محمد عبد الله. لمسه حب ولمسه وفاء للعاملين بالشركه. فعلا الموضوع ده ليه اثر ايجابي جدا على معظم العاملين النهارده. العاملين طبعا لان الشركه ليها 60 فرع على مستوى الجمهوريه، فطبعا ارهاق على مجلس الاداره او النقابه ان هم يعني كامل التواصل مع 60 فرع، غير الصيدليات اللي هي بتخدم جمهور، غير مراكز تمويل المستشفيات، غير غير غير. النهارده كون ان يتعمل لاول مره حفل لفروع القناه، السويس، اسماعيليه، بورسعيد، فاووس، دي لمسه وفاء احنا كلنا شاكرين ليها، كلنا اعتقد دي بتدي حافز للعاملين. طبعا لاول سنه السنه دي نوصل ل 5 مليار جنيه، احنا كشركه حكوميه عائد ارباحها بيعود الى الميزانيه العامه للدوله. بجد ده انجاز، ده انجاز لرئيس مجلس الاداره والساده اعضاء مجلس الاداره، وانجاز للجنه النقابيه، وانجاز لينا كلنا كفروع قاطره الشركه. وان شاء الله يعني يكون للموضوع التواصل ده اثر على نفسيه العاملين لمزيد من الانجاز.